انا ماليش دعوه عصمت هتروح فين، انا شخصيا حجزت الغردقه وهروح الغردقه. لا غردقه بلاش الغردقه. ليه بلاش الغردقه؟ اصلا انا من 3 ايام خير اللهم اجعله خير خير حلمت انكم لابسين مايوهات اخضر فاخضر، وطلع من البحر قرش لابس اسود في اسود. يا لطيف يا رب بلعكم انتوا الثلاثه واحده ورا الثانيه. يا ساتر استر. قمت من النوم مفزوع اصرخ اصرخ علشان حد يغتني، مفيش كلبه فيكم قدمت لي كوبايه ميه. الله يحفظك يا فوز. يبقى كده بقى نروح مع عصمت مطروح. اوعوا. ليه بقى؟ هناك قرش اسود في اسود ولا مايوهات احمر في اخضر؟ يا ريت. الا امال في ايه يا فوزيه؟ قولي لنا. اصل انا حلمت حلم اول امبارح ده غير الحلم الاولاني. حلمت انكم قاعدين على البلاج ولابسين مايوهات ابيض فابيض. لا حلو قوي. يعني المايوهات دول غير اللي في الحلم الاولاني؟ الحلم الاولاني كنتوا لابسين اخضر فاخضر وكان في الغردقه. ركزوا معايا بقى. مركزين. ها ها. بصيت لقيت جيتسكي جه وراح بلعكم انتوا الثلاثه واحده ورا الثانيه. يا فوز الفوز. جيتسكي هيبلعنا ازاي؟ اكيد دهسنا واحده ورا الثانيه. ما تيجي تحلمي بدالي. لا خلاص محدش يحلم في البيت ده الا انا وبس. الله. امال هنروح فين؟ هنروح جمصه. لا اوعوا. ليه بقى؟ حلمتي بايه امبارح؟ لا انا ما حلمتش امبارح، الكذب خيبه، لكن كنت تعبانه قوي 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 ومهمده وجسمي مهمد. رحت غفيت على الكنبه اللي اصفر فاصفر دي هناك، وحلمت قال ايه؟ انكم قاعدين على البحر فوق الرمله. الله الله. وبعدين طلع عليكم حوت. حوت؟ ايوه لابس ابيض فابيض. وبعدين كملي يا طنط. ما تقوليش يا طنط. اوكي اسكتي يا حاجه. كملي يا فوز. الحوت بقى راح رامي عليكم السلام. السلام عليكم. يا امي يا امي، ده حوت؟ لا جوزاء.